ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ احمد بدير العضو المنتدب لجريده الشروق. استاذ احمد اهلا بك يا فندم، ومن الواضح ان الصحف القوميه عزمت امرها على رفع الاسعار، هل السيناريو مشابه بالنسبه للصحف الخاصه يا فندم؟ مساء الخير استاذ لما. بالظبط كده، يعني مع كل اسف كانت حاجه نحب ان احنا نتفاداها، بس اظن الجرائد الخاصه كمان التحدي والتهديد اللي هي بتواجهه اكبر كمان من التحدي اللي بتواجهه الجرائد القوميه، وده طبعا بسبب انه يعني هي الجرائد الخاصه لا تتلقى دعم زي ما حضرتك عارف، هي مملوكه لاشخاص، فهي شركات خاصه مسؤوله عن تكلفتها ومسؤوله طبعا عن يعني كفاءه ادائها ومسؤوله على انها تغطي تكلفتها وتغطي يعني الشغل بتاعها. استاذ احمد، هي الصحف الخاصه كده كده بتبيع اغلى من الصحف القوميه، هل هتتحملوا توزيعيا رفع السعر مره اخرى؟ والله حضرتك ده اللي حصل خلال الكام سنه اللي فاتوا، احنا اول ما صدرنا مثلا بالنسبه لجريده الشروق صدرنا بجنيه واحد، وكانت دي كان ده سعر يعني الجرايد كلها في مصر في هذا الوقت. النهارده احنا بنبيع ب 3 جنيه، وتكلفتنا طبعا عماله تزيد. لا يخفى على حضرتك طبعا انه اغلب الجرايد ان كانت قوميه او ان كانت خاصه او حزبيه بتحقق خسائر، يعني ما تخيلش ان في جورنال في مصر ما عندوش المشكله دي. هل هنتحمل الفرق التكلفه؟ بالتاكيد لا. يعني هو التوزيع يا فندم انخفض، هل فعلا هتتحملوا فرق التكلفه؟ هل فعلا هتتحملوا زياده الاسعار؟ لا، ما هو بقول لحضرتك هي الحدوته انه بسبب حصل يعني كذا كذا مشكله، حصل انه التضخم اللي حصل الفتره اللي فاتت، زياده اسعار الكهرباء والبنزين، زياده اسعار مفاجاه طبعا حصلت في سوق الورق العالمي، فده ادى الى ارتفاع تكلفه الطباعه، ادى الى انه الجرايد المؤسسات اللي بتقوم بالطباعه للجورنال بتاعنا ولغيرنا من الجرايد الخاصه اضطرت ان هي تزود التكلفه بتاعتها، فاحنا مضطرين طبعا ان احنا يعني احنا لسه بندرس هذا القرار، هنطلع لسعر كام وامتى. الاجتماع بتاع النهارده كان نقطه، اعتبريها نقطه اولى حضرتك لهيئه من هيئات الدوله انها تعمل تنسيق علشان ما يحصلش هزه غير مظبوطه يعني او غير مدروسه، علشان برضو زي ما انا قلت اجتماع النهارده، يعني انا حاولت ان انا اقول للناس انه ما نعملش الزياده دي زياده مباشره ومفاجاه. هل يا فندم ده معناه انه ممكن يعني نشوف هزات عنيفه في الفتره اللي جايه، ممكن صحف تختفي، ممكن نتكلم عن تقليل عماله في بعض الصحف؟ والله ده حصل حضرتك بقاله كذا سنه، يعني حصل عندنا وحصل في عده جرايد ان احنا مضطرين كلنا ان احنا نسيطر على هذه التكلفه علشان نقدر يعني المؤسسات انها تفضل يعني مستمره. فطبعا اظن انه مع الارتفاع اللي جاي ده طبعا في التكلفه بتاعت الطباعه او اللي حصل يعني مؤسسات كتيرة جدا مضطرة ان هي تقرب اكتر من حالة تقشفية حتى ازيد من اللي احنا كنا فيها. من ضمن التوصيات ايضا اللي خرجت النهاردة من الاجتماع يا فندم هو يمكن تشكيل لجنة يعني هتسيروا في خط طلب دعم من المالية للورق، هل حضرتك مع هذا التحرك؟ لا، معاه تماما طبعا، وعلى الاقل فترة انتقالية مؤقتة علشان ما يحصلش الصدمة اللي بقول لحضرتك عليها. في دول كتير في العالم منها فرنسا مثلا بتعمل دعم مباشر للجرايد الخاصه، لان طبعا ما فيش حاجه اسمها جورنال قومي بره في اي حته، وبيبقى دعم وصل لمليار يورو مثلا السنه دي. فدور الجرايد هي لازم تمارس دورها الرقابي ودورها التنويري، دورها في متابعه اداء الحكومات وهكذا، دورها المجتمعي، فهي ما هياش شركات. ولكن يا فندم الموضوع هيختلف بمدى تقبل المواطن انه في هذا التوقيت، ده نفس السؤال يمكن سالته استاذ عبد المحسن، في هذا التوقيت انه في ظل انه الماليه والدوله بترفع دعم عن خدمات اساسيه او تخفض الدعم عن خدمات اساسيه يتم دعم الورق. انا باكد على كلام الاستاذ عبد المحسن انه احنا ما بنقدمش، احنا بنقدم فعلا خدمه، هي ليست سلعه، فحضرتك لازم حتى المجتمع يبص على هذا الموضوع بهذه الطريقه، هي عين المجتمع على بعضه وعلى اداء الحكومه وعلى الخدمات، هي الصحافه، هي دي الطريقه اللي حضرتك والمواطنين كلهم بيعرفوا بيها. يعني نتمنى برضو انه ما يحصلش الهزه دي او الرفع اللي جاي ده ما ياثرش زي ما حضرتك قلت كده ان مؤسسات كلها تختفي او ان الناس تخسر وظائفها او كده. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ احمد بدير العضو المنتدب لجريده الشروق.